يوطون هالموسيقى ما بتخلوا حدا ينام. شو في شو في شو في ما في الواحد ينام؟ ليكو انا بدي ضل نايم بالاستوديو لتحقيق مطالبي. ما حدا احسن من حدا. النواب الامه وعم بيناموا بالمجلس، وقفت علي يسواني ما يسواهم. بقي هون بالاو تي في تا اداره الاو تي في تنفذ كل المطالب. شو المطالب؟ بدي استوديو 500 متر، بدي فرقه موسيقيه بقياده إليل عاليه، وبدي 500,000 دولار فريش بالسنه. هي مش 5 سنين، بالسنه. وقال لها رح ضل نايم هون، لو طفيت الضو وسكرته الحمامات. اخر عمل. انتوا عرفتوا اخر خبريه؟ عرفتوها ما هيك؟ في عنا نواب قرروا يناموا بالمجلس النيابي. ايه نايبان نجات عون وملحم خلف قرروا هالشي سوا. بس مين انبسط اكثر منهم؟ مين انبسط؟ نواب الحظ. سينتو ووضاح وبولا ومارك وميشو والشباب اجتهم شحمة عفطيرة يتسلوا شوي ويعملوا دوشة، وبلشوا تصوير لدرجة كانوا عشوائي بعتون لصورهم نايمين بالسكدو كوشار. أهضم شي أهضم شي إنه ضيعوا سينتيا بمجلس النواب، وبلشت بولا تبرم عليها. شوفوا. أوكي أوكي هلأ مبين هيدي. هيدا خليني ضوي هيدا كمان. هيدا اكسكلوزيف لإلك، موجودين هون. في سينتيا ما بعرف وين سينتيا بعد. بحكي على التليفون مثل العادي ورا عمود. يس سو نحن موجودين هون حاليا الان 6 نواب شايفهم غدي. وضاح، نجاة، حليمة، ملحم وسينتيا. سينتيا اللي ما عم لاقيها. عليك وين سينتيا؟ اي وضاح عامل هيك، هو عم بدور، هو عم بدور. انا ما بعرف شو عم تعمل بالزاويه وبالعتمه سينتيا. بركي عم بتنبش على مجلات او لقيت شي مجله وعم بتشوفها. الشباب موعودين بالاكل من بولا يعقوبيان. هلا كمان وعدتهم تامن لهم تمر للتحلايه وشويه بزيت للتدفايه. عندها كثير هي بالستوك. ميشيل معوض رح يامن لهم كل شي حلو. صار بعت لهم 4 كياس بونبون من عند امه. وضح الصادق وضح الصادق أملن دعاية ووعدهم كل يوم يطلع معهم لايف على فيسبوك وتيك توك. سامي جميل ليكو، سامي جميل، سامي جميل ما بيقعد بشي. سامي جميل بيجي بيستفيد، بيتصور كم صورة إعلامية وبيفيلم مثل العادة. هلا أستاذ نبيه بري، أستاذ نبيه بري هي بيني وبينكم، وعدهم بحرمات وبأكل ووعدهم بكل شيء. ورئيس بري يعني سهل لهم أمورهم على الآخر. مش مصدقين؟ في معي فيديو بسهل لهم امورهم. شوفوا. I am ready to sell you حرامات for fresh for food. لا شيء. على يا نكرم. لا معلش قولها تاني. حرامات for fresh for food anything don't care. anything don't care. اصلا رئيس بر قد ما تحمس كان نازل يعتصم معهم ويطالب مطالبهم. لدرجة قربوا 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 شوي كان نازل ينام معهم بالمجلس، بس عرفت الست رندا ومنعته. طب انتوا لو محله تقبلوا؟ هلا في نعمة فريم، ليكو نعمة فريم راح يأمن لهم الحفاضات اذا سكر الكمبيوترات. ميشيل ظاهر كل شيء تشيبس وبزورات عليه. وقاب صقر راح يبعث لهم من بلجيكا حليب وخدمات. هلا سينتيا زرازير تطوعت تعمل دليفري لنجاة عون، بس مش حيلا ديليفري. شوفوا. معنا انا سينتيا يعني جايبه اغراض معك. وشو جايبه معك هون بالساكن؟ انا مش ما بعرف شو في بقلب الساك. في اغراض النائبه نجاة صليبه، وهي رح تبقى مع تصمه مع النائب ملحم خلف، وهول عم نامن لهم اغراضهم. هول اغراضهم طيبوا هون. لا هيدا هيدا الساك هدول لنجاة مش لإلي. هيدا لنجاة، في اغراض لنجاة. هول اغراض نجاة. لا ما فينا نطلع مش لإلي هيدا. اوكي ايه كمان. ما فيك تطلعي؟ دخلك وليش في كيس طالع من الشنطه؟ واضح انك محرك شي منيح وفاتحه منيح. مخرج شفت الكيس؟ شوف حط الصوره. رجع حط الصورة. يعني صراحة بعد بدهم إضاءة وموسيقى بيعملوا حفلة راس سنة. هلا بكره شوفوا نواب سمير إذا حسوا فيها شعبوية القصة
بينزلوا كمان وبياخدوا كم صورة وبيدعمون مثل ما عملوا 17 تشرين. نعم نعم هول نواب انتخبتون هيك عم بيستغلوا أصواتكم. بدل ما يقدموا قوانين للمجلس نازلين يتمرقعوا يعملوا تسويق رخيص هنيك ويفكروا انه بتقطع الشعب. الله يسامحكم تاني مرة فكروا قبل ما تنتخبوا. سيد حسن نصر الله بإطلالة له خبرنا انه بده رئيس جمهورية عنده ركاب. خلينا نتذكر سوا يعني هالاشياء. مش غريب كيف الامريكان ما فرضوا عقوبات على يلي مفترض يكون حليفك او لك ركابه؟ مش غريب كيف حكي ونسف انه في غاز بالمياه الإقليمية لما كان بدنا نبلش مفاوضات مع الكيان او لك ركوا ركابه؟ مش غريب انه اول احداث السورية سكت ولبد بدل ما يدافع عنكم وعن اصدقاء العيلة مثل ما بيقول؟ او لك ركوا ركابه؟ مش غريب كيف 17 تشرين لما الناس سبوكن انتو والرئيس يسكت ويقعد على جنب ويرجع بمقابلة يهلل للثورة؟ او لك ركوا ركابه؟ مش غريب انه باحتفال السفارة السعودية يكون موجود بالمقعد الاول وما تجيبوا سيرته لا من قريب ولا من بعيد؟ لو كان جبران محله شو كان صار؟ او لك ركوا ركابه؟ عم نحكي قولك على نفس الركاب؟ الركاب يلي تحملت كرمال المقاومة عقوبات؟ او الركاب يلي دافعت عن المقاومة وكرامة المقاومة؟ ركاب يلي تحدت العالم كرمال لبنان ومصلحته؟ اذا هول الركاب زيتهم بدك بعتقد موجودين غير مطرح. حزب المردة، حزب المردة ضايعين. ساعة بدهم تقسيم، ساعة ما بدهم تقسيم، ساعة بدهم تقسيم، ساعة ما بدهم تقسيم. الرفيقة فيرا يمين قالت إنه التقسيم انفصام والمسيحي بيدفع ثمنه. وإني كمردة رح يحاربوا التقسيم. والله قالت هيك شوفوا. هي نغمة التقسيم. نعم. هي الخطيئة اللي بيرتكبها المسيحي بحق ذاته كل مرة. كل مرة بنرجع إلى نغمة التقسيم. بال78 دفعنا ثمن كتير كبير، بال82 كذلك الأمر، بال89 كذلك الأمر. أنا اللي بدي أقوله أنه لا أحد يدفع ثمن هذا الخطاب أكثر من المسيحي اللي تبدل واقعه بالسلطة، واللي تبدل واقعه الديموغرافي، واللي تبدل واقعه بكل الأمور إذا بدك اللي موجودة بلبنان. شاعر بهالمناخ، شاعر بمناخ خطر إنه في نغمة تقسيم جد بالبلد. أنا بقول لك إنه نحن رح نضل نحارب التقسيم لآخر لحظة. أوكي. اليوم حلقة الرئيس فرنجية. أوكي. اللي قدم ابنه وكنته وحفيدته رح تحاربوا التقسيم، رح تحاربوا التقسيم، بس شاعر إنه في نغمة تقسيم. أنا برأيي بخاف دائما من استغلال هذا الخطاب. أوكي. لتمرير مآرب معينة. أوكي. لأنه التقسيم واقعا من الصعب جدا. صح. إنه يحصل. حلو حلو فشت الواحد يحكي معك حق. سامين فرنجية جد قدم ابنه حفيدته وكنته كرمال لأنه رفض التقسيم. بس لا، طاني الصغير مش من رأيك، طاني الصغير مع التقسيم. هلا ما بعرف إذا كرمال يجيب أصوات القوات لبيه، يعني ما بعرف، بس طاني بده التقسيم لأنه مش كل اللبنانية عم بيدفعوا. قوية منك بخرج، ما بعرف إذا عم بلط الشيعة أو لا، بركة. هلا عن جد ما صدقته إنه قال هيك. طيب شوفوا اليوم نجي نحكي بالتقسيم. ما هيك هذيك اليوم اجى لعندي شخص قال لي انه نحن ضد التقسيم والفدرالية. قلت له انا مع. انت مع؟ قلت له انا مع. هذا عم تخالف خط العائلة. فاجأ كيف انت مع؟ قلت له والله انا صرت مع. قال لي ليه؟ قلت له وقت اللي بيكون ببلد ناسب سمني ناسب زيت، ناس بتدفع ناس ما بتدفع، كل واحد فاتح إمارته على حسابه، طبيعي إنه الناس تتعاطف مع التقسيم، طبيعي الناس تطالب بالفدرالية. هلا بيناتنا ما بعرف إذا موقفهم حسب المحطة اللي بيكونوا عليها، يعني مثلا على الجديد ضد التقسيم، على السوشيال ميديا مع التقسيم، على الـ MTV ضد النفط، على الـ OTV الرئيس عون مثل بيي. هيدي بيقولولا ازدواجية الكرسي. رح نتوقف مع فاصل فكاهي مثل العادة مع كل طلة للحكيم بيكون عندنا اشياء مهضومة عاملة. نشوف.
إنسان تعرف أنت أمتى بتطمع الفريق الآخر بتخليه يستخف فيك وبتخليه يستخف فيك حكي يحو لا تسلحية بالطائب ما هيك يعني المملكة ليس لديها مرشح صح للرئاسة صح ليس لديها مرشح للرئاسة طيب. بس وأكثر من هيك ما بتتدخل بقى ما بتتدخل وما رح تتدخل هتتحمل الكل بالجوايب الداخلية ومين بيكون ومين مع مين السعودية يعني بتحط المواصفات هلا إذا بتاخذ المواصفات اللي حط إنه رئيس غير فاسد لا ماليا ولا سياسيا أكيد تنتبع مش الموضوع بس ما في فيتو سعودي على اسم معين ما هيك؟ في فيتو سعودي على أسماء معينة بتجسد ما بتتدخل بقى ما رح ما تتدخل وما رح تتدخل حكيم خيي عم تسمع شو عم تحكي بكل مقابلة يا زلمة؟ عزيزي سمير صار لي سنة بنصحك طقف مقابلات كرمالك والله كرمالك كرمال ضل هالهيلي عند شبابك أي متى بتخلي الفريق الآخر يستخف فيك؟ لما يستخف فيك واو مان كتير عميقة كتير عميقة بشرفك مان تاني شي ولو بظرف ساعة ساعة قدي المقابلة ساعة ونص خبصت بقصة المملكة أصل حق على جورج صليبة إنه لازم يسألك كل شيء عن المملكة ورا بعض صاير تنسى حكيم حكيم تنسى صاير كمل كمل كلامك وقت الانتخابات النيابية كنت عم تقول جيبونا أكثرية بمجلس النواب بتشوفوا الدولار وين بيصير مزبوط طيب صار 50,000 لا شو لا ما عملت فيها الأكثرية مجلس النواب طيب بعدها عم تتلمس طريقة هالأكثرية بس ما هي عمل وليش عمل ليش ما عملت شيء نحن ليش ما عملت شيء يعني هيدا الوعد وين صار لا لا لا, لا. هالوعد عم بيتحقق يوم بعد يوم ما بيتحقق بغمزة عين إذا طلعت نتيجة نص المتوقعينه مش كل المتوقعينه تاني يوم يوم ما بيتحقق بغمزة عين تاني يوم إذا كان دولار وصل 40 أو 45 ألف بصير بثلاثين ألف 25 ألف يوم ما بيتحقق بغمزة عين تاني يوم إذا كان دولار وصل 40 أو 45 ألف بصير بثلاثين ألف 25 ألف لا عن جد في مشكلة بالحسابات عفوقة جورج صليب الدولار مش 50,000 يعني أنا عم بصور اليوم 51,500 يعني ما بعرف للتناشي شو بصير حكيم برجع بقلك أو أنك في النص أو أنك ما جبت أكترية هلا بيناتنا الأرجح أنك في النص شو مخرج بعد خبص بعد يلا شو فرشينة شو بالكهرباء إذا خضت الكهرباء لا لا في الاعتماد له علاقة بباخرة الفيول حتى تجي الكهرباء بدي شوف إذا بنص البحر صار لهم جمعتين وبندفع عليهم دمرج دم للبحث للبحث حكيم لا ما شاء الله ثابت ثابت على المواقف يعني حكيم بيناتنا أنت لازم تدخل جينيس بوك بأكثر واحد بغير صراحة حطيت له بحث على وليد باك يعني وليد باك بغير بس عن ذكاء قلت لي للبحث ايه؟ طيب تعال نتذكر سنة الماضي مش من زمان شو عملته لما كان طيار عم بيطالب مصرف لبنان دفع للكهرباء كمان تتجي الكهرباء كم ساعة بعدما قرر المجلس الدستوري وقف مفعول قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بناء على طعن مقدم من القوات اللبنانية تبقى العين على القرار النهائي الذي سيتخذه المجلس الدستوري خلال مهلة شهر من تاريخه القوات استندت في طعنها إلى أن مبلغ 200 مليون دولار سيقتطع من الاحتياطي الإلزامي والذي يمثل ما تبقى من أموال المودعين في القطاع المصرفي وهو ليس ملكا للسلطة ومن ثم لا يجوز التعرض لهذه الأموال أو السماح بالاستيلاء عليها وإلا اعتبر هذا الأمر بمثابة اعتداء على الملكية الخاصة للمواطنين وعلى أموالهم وحقوقهم الثابتة والأكيدة التي يحميها الدستور سنة الماضي ما كانت للبحث ايه؟ بعدك تقنعنا انه عندك بعد نظر؟ حكيم اذا شيء عندك ضعف نظر مش بعد نظر سنة الماضي كان المصريات من الاحتياط السنة من الفائض ما هيك حكيم؟ بس هلأ تتبرر لصديقك المئاتي صارت قيد البحث هلأ ان كيب الطيار ولو على مصلحة المسيحيين صارت للبحث هلأ لأنه في تهميش للرئاسة صارت للبحث صراحة الحكيم ما في غير مواقفك وسياستك صايرة للبحث بعد البريك ضيفة استثنائي تنحكي عن شهيد استثنائي
ضيف الاستاذ اسعد شفتري مسؤول امن القوات اللبنانيه سابقا تنحكي عن الشهيد اليح بايقه بذكرى اغتياله. خليكم معنا. هاي مثل ما قلت لكم قبل البريك، ضيفي شخص مميز بتاريخ لبنان ورفيق لشخص اذا بدكم ذكرى اغتياله ال21 بتسائب بعد يومين. ضيفي الاستاذ اسعد شفتري. بونسوار. بونسوار. كيفك؟ انا مبسوط انك معي لانه بعرف المعلومات اللي عندك اياها هالقد، وبعرف انه انت صديق مقرب من الشهيد اليح بايقه، وقضيت معه اذا بدك ايام حلوه ايام مره مثل ما بقوله. فاليوم حابب نعمل هيك حلقه نحكي شوي عن الشهيد اليح بايقه، شو بتتذكر عنه كل هالتفاصيل؟ ميرسي لانك قبلت. انا لازم اشكرك حقيقه اول شيء لاستقبالي على الاو تي في وبرنامجك اول شغله، وثاني شغله ربما انت الوحيد ضمن كذا مؤسسة إعلامية واعية لهالتاريخ هيدا ولهالذكرى هيدي. ما فيها ننسى. بدي أشكرك يعني حقيقة. واجباتنا شهيد اليح بايقة تاريخ لبنان، إن حبيته أو ما حبيته ما فيك تنكر إنه كان له بصمات رح نحكي فيها هلأ كلها. بأيام الحرب وبأيام السلم. أيام الحرب وأيام السلم أكيد. خليني بلش أول شيء، كيف تعرفت على اليح بايقة؟ كيف تصرت اصحاب انت واليح بايقه؟ كيف تصرف ايده اليمين اذا بدك لاليح بايقه؟ خليني اول شيء وضح شغله صغيره اذا ما عندك مانع. أكيد. انا وجودي معك اليوم على المستوى الشخصي. أكيد. يعني لا بمثل العائله ولا بمثل مجموعه شباب الوعد، يعني ما بدي هيك يكون مربط بقصص تاثر عليهم ولا شيء هيك. لازم وضح هالشيء. حقيقه انا كنت ببيت كتائب الاشرفيه، كنت باللاسلكي ومنها نتفة مدفعية، بعدين أنشأنا جهاز الأمن بداياته، يعني كان اسمه جهاز معلومات، كنا نقصص معلومات من الجرايد وكذا وهيك، راب للشيخ بشير يعني أنه مباشرة مع الشيخ بشير. في مرة كان في تحضير لمعركة تل الزعتر، بيجوا الشباب المجموعة كان عندهم عملية بدهم يعملوها بتونال يفوتوا على تل الزعتر ولا شيء هيك، بيجوا شابين ثلاثة، بعدين صرت أعرفهم أكثر، بيناتهم اليح بايقة يعني. وقتها كانت أول مرة بلتقي فيه حقيقة، وبعدين صارت الظروف تجمعنا، يعني يكون عنده مهمة مثلا، يكون أنا مسؤول عن شيء معين، يكون رايح لمحل، أنا يكون في شيء شغلة جاية يأكد معلومات معينة أو هيك، معه لسنة 78 سنة 79 بيبعت وراي مرة شيخ بشير بيقول لي انت عندك جهازك فوق بالاشرفيه، كانه يعني انه الجهاز يلي شو اسمه، وتحت في شيء عم يعملوا اليح بايقة بس ترك حفظ الالقاب، يعني بس ترك الشعب الثالثه عم يعمل شيء معلومات وتدخل ومدري شو كذا، حابب شوفكم مع بعضكم. أوكي. انزال لعنده ونسق انت وياه بدي اياكم تصيروا واحد. أوكي. كانت أول زيارة رسمية إذا بدك للشغل بموضوع المخابرات بيني وبينه. نزلت لتحت، ما كان بعد محل ما جهاز الأمن صار بالآخر، يعني كان بمحل معين يعني مش بعيد، يعني قبل السليب كونفورت هيك على الشمال. زرته، خبرته شو بعمل أنا، وخبرني هو عنده شو فيه، ولقينا انه في كتير مجال للتكامل والكذا. طبعا كان عنده هو فريقه وانا كان عندي فريقي، وكانت صعبة القصة اذا بدك تركب. والله ركبت وصرنا جسم واحد، وصرنا نتطور ونتحسن، نحسن الجهاز ونحسن الافراد يلي بالجهاز. طبعا هو عضلاته كتافه عراض مثل ما بيقولوا، بيحمل كتير، بيحمل كتير وبيحمل ضغط وتحديات كتير. انا ما عندي هالصفات هذه، عندي صفات تانية ربما. تكملنا حقيقة، هو العسكر، انا ما
ابدا ما بيعرفون العسكر كانوا يعني. كمان هذه الشغله ساعدت له محكمة مع الكل، له تاريخه يعني، له تاريخه من قبل الحرب حتى يعني. بس كان بعده شاب صغير يعني. وركبت يعني سوا. وركبت بقينا سوا لل 94 95. بال 95 صار في هيك قصص، بعدنا عن بعضنا. عاد شفته مرتين بعدين، مرة من بعد الانتخابات يلي سقط فيها هو. أنا اعتبرت أنه هيك لازم أحكيه، طلعت صوبه وحكينا سياسي وحكينا كذا، وكان شايف الدنيا سودة يعني وقتها كتير حقيقة إلى آخره. ورجع اتصل فيي شي 15 يوم قبل مقتله تياخد برأيي أنا وشخص رفيقنا التاني يعني بروحته على بلجيكا كرمال المحكمة تبع شارون. وكانت آخر مرة بشوفه حقيقة. شو في أشياء تتذكرها أو هيك يعني ما بتنسيها بيلي حبيقة؟ المغامرة وهيك كل شيء في بقلبه مخاطرة كمان. بس كنا سوا بالفرير مثلا. هو كان تكنيك أنا كنت عادي، أكيد كنت أنا سابقه بالدراسة لأنه أول شيء أنا أكبر منه بسنة. بس كنت أنا كمان مشهل على صفي يعني. كنت شاطر؟ لا بس فت صغير. وشو اسمه بدك تعتبر كنت سابقه بشي سنتين. كان هو عم يعمل كوميرسيال، تكنيك كوميرسيال. مذكر كان يجي من الوحيدين يلي شوفهم يجوا على الموتو مثلا. من وقتها يعني إذا بدي هيك بتشخصوا عم بفكفك له شي صاروخ، عم بفكفك له شي إمبلي، عم بركب له شي شغلة شي كذا هيك. بحب الشغل المانيوال، كان كتير بحب الشغل المانيوال. بتذكر الحادثة يلي قوص فيها مرافقه للشيخ بشير بإجره الياس لحود الله يرحمه، يلي مات مع مايا حرام وقت الانفجار. أكل ضربة بإجره بالغلط، كان عم يلعب بشي فرد بشي شغلة بشي كذا هيك بوف نحن اشتي بإجره صابه. في اللحظات الصعبة المرة يعني وقت توفت بنته مثلا. في كتير أمور أنت ما بتعرفه بالحروب يعني، مش بالحروب يعني ما بتعرفه على الأرض لما كان مرحلة أشكاء المحارب. لأنه أنا ما كنت من جسم المحاربين أبدا يعني. نزلت حربت مرتين بالأسواق شي بهدل يعني. ما حبيتها؟ لا مش أنا يعني. قعدت على سطح على بالكون بأوتيل هوليدي إن، قالوا لي قوس، كل العالم تقوس، أنا ما شوف حدا قوسه، ما قوست ولا ضرب ليلتها. الساعة 6 الصبح ببلغونا انه في وقف اطلاق النار، مرأة سيارة مرسيدس فيها ناس مدنيين نازلين على اشغالهم، بقوس ما بقوس، سألوا قالوا لهم ايه صار في وقف اطلاق النار الساعة 12 بالليل ما حدا معكم خبر. حسيت انه القصة مش لإلي يعني اذا بدك. وكنت ديجا اوريدي غاطس بالمجالات يلي حكيت عنها انا، المخابرات ولاسلكي وقصص هيك. ما عدت بدي احكي شوي عن الاتفاق الثلاثي. نعم تبلي مو المعروف اتفاق الثلاثي، هل كان غلطة برأيك أو كان منقرة كفاية من إلي أو كان مضطر يعملها، أو إذا في شيء تفسير ثالث رابع؟ بقدر أحط أكثر من جواب؟ تبلي إذا بدك جواب والباقيين نحكيهم شفاهية. هيك ها غلطة أنت كاتب محاولة لوقف الحرب، ما كان غلطة أبدا ولليوم بعد بقول منه غلطة أبدا. منه غلطة ليه بدي يكون غلطة؟ محاولة الجلوس مع أعدائك بهديك المرحلة حتى تلاقي مخرج لهالحرب العباسية
ووقف القتل والاقتتال والكذا من ناس حاملين ايدهم على كف عفريت، كانوا مستعدين ضحوا بحياتهم مشان قضية ما، مشان وطنهم، مشان شعبهم، مشان ناسهم، يقعدوا سوا يواجهوا المستحيل مواجهته يلي هو العدو. تقعد انت بيد دير منظار طاولة وجهه وتقول له أنا هاي بدي إياها، هاي ما بدي إياها، هاي برضى فيها، هاي ما برضى فيها، ووين بعرين تمشي الكلمة هون، بعرين الأسد. يعني بسوريا كنا معادينا نحن، وتاريخيا معتبرين أنه هي معاديتنا. تحدي كتير كبير، تحدي كتير كبير، بس بيستاهل. ما في سلام بينعمل ببلاش، كل سلام بدك تدفع ثمنه. الثمن لقلنا رجعنا دفعنا ثمن أكبر بكتير، قول يعني، بس صارت العملية علينا كل هالشيء هذا، بس الثمن كان أنه نضطر نقعد بوجه العالم يلي ربما بيكرهونه ونحن كنا نكرههم بديك المرحلة هذه. ليش؟ بالآخر الحباية الله يرحمه، بس قام ببكركي بآخر اجتماع، صار اجتماع العام والكذا، قال أنا محارب، أنا محارب، مش نظير، مش رزوة قاعد ورا مكتب عم نظير، كنت أنا بعرف شو يعني القتل، شو يعني ينقتل واحد حدك، شو يعني الدم. صح، اسمحوا لنا نجرب، إلا إذا أنت حبيب تعا استلم محلي. قال لواحد من النواب مدري مين، تعا استلم محلي انت قيادة القوات، انا ما بطل بدي، انا طالع اعمل سلم. هل كان الاتفاق الثلاثي نهاية إليح بايقة بالقوات اللبنانية؟ يعني غلطة إليح بايقة بالقوات اللبنانية؟ بعدين يمكن، بعدين انعرفت يمكن، مش على وقتها اكيد. بعدني بقول انه منا غلطة، ما بعرف ليه مصر على كلمة غلطة. لا لا مش، لا نهاية، انا ما قلت غلطة، قلت نهاية، يعني كانت اذا بدك هي المي اللي نزلت من الكباية صار هالانقلابات عليه؟ صار انقلاب واحد إذا بدك بالحقيقة. لا أنا ما بشوف هيك، ما بشوف هيك، صار في عدة أمور ارتبطت ببعضها. في سلطة، سلطة المنطقة المسيحية الشرقية بين هلالين كذا، طبعا في سبق كان بين سمير جعجع إذا بدك، أمين الجميل، وإلي حبيقة، وطبعا في حزب الكتائب، يعني القوات الأحرار صحيح في الرئيس شمعون كانوا كذا، بس من بعد 82 كانوا صاروا أكثر، دخلوا يلي بدهم يدخلوا، دخلوا على جسم القوات اللبنانية، صار سياسية بركة لا دخلوا على جسم القوات اللبنانية، يعني ما عاد فيها هالشو اسمه. سو كان في كمان هالموضوع، هذا موضوع السلطة يعني، ايضا ما لازم ينسي الوعد، يعني كل واحد كان عم يجرب يفتح اتصالات مع السوريين خاصة، بس بينوا انه السوريين ما بقى في حدا غيرهم، بقى يرعى اي محاولة سلام بلبنان. ما ننسى الظرف، الظرف كان مهم جدا، اذا ما فهمه الواحد ما بيفهم شيء من كل شيء كنا عم نجرب نعمله. الظرف كان المسيحي بأضرب احوالهم، انسحبوا من الجبل من بعد ما كانوا معتبرين انه يا لطيف طالعين مدري شو ربحوا، انسحبوا من شرق صيدا مع خسارة، تحاصرت دير القمر وانجأ زمطت دير القمر والى اخره الى اخره، طريق محاصرين بطريق مسدودة، ما في نهاية لهالحرب. طب كيف بدها تنتهي؟ لا يلي ضدنا قادرين يغلبونا ولا نحن قادرين نغلبون. الأمريكان ساعة معنا ساعة مش معنا، ساعة هون ساعة هون ساعة هون، الفرنسيين مختفيين طبعا، ما بقى في حدا يحط حد لهالحرب. دخلت هون الموضوع السوري يلي كان أول شيء ميشيل سماحة، محفوظ الألقاب، جان عبيد الله يرحمه، الرئيس رفيق الحريري وإلى آخره، كله رفيق الحريري كان طبعا طبعا عم بقولوا إنه هو فرط لأنه السنية ما كانوا مشاركين فيه. لا إيه ولا إيه ولا، خليني أقول لك شو. الرئيس الحريري كان الوجه السني ربما البطمن السوريين أكثر شيء، لانه سعوديه وهو كشخصيه والى اخره وكذا. بهذيك المرحله كانت العرفاتيه بعدها صورتها كثير سيئه عند السوريين، وسنه بيروت كانوا معظمهم مصنفين عرفاتيين، مع احترامي لهم اكيد مش مضبوطه وانا ضد التعميم يعني.
بقى. مشان هيك كان عبد الحليم خدام نائب الرئيس يعني، ورفيق الحريري قاعدين معنا اذا بدك على الطاوله بلا ما يكونوا بالاتفاق. أوكي. يعني عبد الحليم خدام كان هو بين هلالين الوسيط إذا بدك، بس كانوا السنة ممثلين برفيق الحريري وبعبد الحليم خدام. كمين كان بالاتفاق؟ يعني بعرف حضرتك كنت. لا أنا ما كنت بالاتفاق، أنا كنت عم مثل أنا وميشيل سماحة. وأحيانا الوزير المر الله يرحمه. أوكي. ميشيل المر، بس تتأزم القصص هو عنده حنكة أكثر منا وعنده خبرة أكثر مني أنا. على القليل ميشيل ما بيشكمل شيء، يطلع يطفي النار مثلا. أوكي. أو يطلع يعمل هالنقفل بتغير شيء هيك، لأنه يدور الزوايا عدة مرات عدة مرات يعني، بس نوصل على ترشيش ندق لبيروت نقول له نزلوا على الملاجئ خربانة، نزلوا على الملجأ ما نلحق نوصل لبيروت ونبلش القصف. هالقد عجونيا وعلى بيروت وعلى كذا. هيك ما كانت قصة. مين كان في من حركة أمل؟ من حركة أمل كان في محمود بوحمدان ومحمد عبد الحميد بيضون، ومن التقدم الاشتراكي كان في أكرم شايب مروان حميدي. أوكي. هلا طبعا يعني حدا منا اذا بدك كان عم يتصرف لوحده. كلنا في قيادة ورانا يعني، كل الوقت مقضينا، ما كان في بعد انترنت ولا على التلاكس يعني وقبال هيك يعني، والتليفونات بتعرف مراقبه ومدري شو، انجأ نسمع بعضنا وصريخ وعيط. هل تعرض إلي حبيقة لخيانة من الزعماء المسيحية باتفاق الثلاثه؟ لان بعرف انا انه كان في حدا مع الاتفاق وبعدين لما صار ضده. عم بحكي عن رئيس شمعون. ليك رئيس شمعون اجى لعند إلي حبيقة على البيت، الله يرحمه رئيس شمعون، اثنيناتهم الله يرحمهم اكيد، بدنا نقول الله يرحمهم عامة بقلبنا يعني. واجى رجع لعنا على الجهاز، اجى على الجهاز فات عند إلي حبيقة ورجع. انا كان مكتبي بوجه مكتب إلي حبيقة تمام يعني، قطع السكرتير وفات لعندي، وانا لإلي قال لي بنهنيكم باللي عم بتعملوه رح يساعد لبنان كثير، يلا اتكلوا على الله ومشوا. هلا اخر دقيقه صار في جو قلب عند كثير من النساء يلي كنا نحن متواصلين معهم لصياغه مسوده الاتفاق الثلاثي ولاقناعهم بيلعب ينعمل ونخبرهم بالتفاصيل شو عم بيصير وكذا ومذا ومدري شو يعني. هلا القصه داخل القوات بيننا وبين سمير جعجع بنحكي فيها شيء ثاني اكيد لوحده بدها شو اسمه بقى، ما بقدر سميها خيانه لانه يلي كان مع كان مع ويلي كان ضد كان ضد. هلا اذا واحد غير رايه خدمه لتصور معين للاتفاق انا ما بعتبره خيانه، بعتبره انه غير رايه في شيء قصه صارت او في شيء كلمه شو كانت او ما انتبهنا لها او شو كانت الحجه. خلينا اقول لك، نحن بس بلشنا طلبنا من فؤاد بطرس الوزير من كذا واحد من المكتب السياسي تبع الكتائب الشيخ أمين وغيره يكتبوا لنا إذا بدك هن شو برأيهم لازم يحتوي هالاتفاق. أوكي. طبعا نحن ما نزل الاتفاق بباراشوت ولا كتبوا السورية مثل ما البعض بيحكي ولا شيء من هالنوع. هذا كان في الوثيقة الدستورية تبع 76، كان في شو صار مفاوضات بجنيف بلوزان وبكذا إلى آخره وصولا لقلنا. نحن خدنا النص العام هيدا وصرنا جمعناه بشكل منطقي وبوبناه وإلى آخره، وصرنا بعدين شو في موضوع الاقتصاد، أوكي هذا سطره أحمر لأنه بده نقاش إذا اقتصاد حر ولا اقتصاد مثل قريب مثل ما السورية بفكروا يكون أو إلى آخره. مثلا التواجد السوري بلبنان كمان هذا تزيح، الجيش تزيح أحمر، الغاء الطائفية تزيح أحمر. هول النقاط صلاحيات الرئيس، صلاحية مجلس الوزراء وكيف بده يروح من الرئيس بصير بي يعني هو تقريبا إذا بدك اتفاق الطائف يعني
اللي صار بعد ست سنين. بس الفروقات بس احسن قبل كان احسن عم. انا برايي هلا بجوز يلي عمله الطائف بقول لا الطائف بيسوى 100,000 اتفاق سو كل واحد بغني على 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 مواله يعني على أكيد. شو اسمه و المتالة ضمن المناصفه اوكي متالة ضمن المناصفه هلا يعني كل واحد من يلي رفضوا الاتفاق يلي نيته صافيه يلي ما عم بيلعب لعبه سلطه خلينا نقول عطى سبب لرفضه للاتفاق او لتغيير رايه بالاتفاق اوكي مثلا انه كثير رحتوا بتقشيط صلاحيات رئيس الجمهوريه او شو هذه المتالة ضمن المناصفة بعد لليوم في كثير من اللبنانيين ما بيفهم شو يعني المتالة ضمن المناصفة يعني هو انه نص اسلام نص مسيحيه بمجلس وزراء بس بالاسلام في عندك نص بس ثلاثه هن السنه والشيعة والموارنه لهم حصص قد بعضهم داخل المجلس الوزراء هذا شو بيعني يعني تخفيف عدد الموارنه عند المسيحيين لمصلحة الأرثوذكس والكاثوليك والأرمن أوكي. اعتبروها بعض الموارنة أنه هذه تنقيص من الصلاحيات من وجود المارونة اللي هو حامل حمى للبنان وإلى آخره مثلا وأهل المجرى فينا نفوت بكثير تفاصيل طيب. إذا بدي أحكي شوي عن اللي صار بكانون الثاني الانقلاب على ما بعرف شو بتسموه من قوات سمير جعجع على قوات إلي حبيقة أول شيء شو اللي صار وين كنتوا كيف صارت الأمور بدك هالقصة ما تبلشها بهالتاريخ هيدا لازم نبلش نرجع لورا نبلشها ما قبل الاتفاق الثلاثي أوكي. ما قبل الاتفاق الثلاثي بكم يوم ما قبل التوقيع يعني بكم يوم بتبلش تجي معلومات انه في رأيين عند القوات عند الفريق تبع سمير جعجع خلينا نقول يلي هو رأي بقول انه خلينا ما ننقلب على الاتفاق هلا قبل التوقيع والكذا تمام بين انه نحن السيئين والعاطلين منخلي اللي حبايقه يمضي تطلع الصرخه ببين انه هو العاطل وهيك تبرر الكذا وفي راي ثاني كان بده يعمل يوقفكم قبل كل العمل قبل أوكي. قبل غلب الفريق اللي بقول خلينا ناجلها لبعض التوقيع كريم بكردوني يلي كان من فريق سمير جعجع وقتها بقول انا بدي اطلع على سوريا مع الوفد اطلع مع اشكا والحبايا يعني والباقيين لانه كونفوا كتير كبير طلع وقتها سياسيين فؤاد بطرس الى اخره بدي اطلع واقول شو مخاوفنا نحن كفريق للرئيس الاسد وهيك صار واشكا قال له اطلع قال له بتطلع حدي وبتطلع معي وبتقول له بدك ايه ما في اشكال هلا طبعا ما بقى بيتعدل الاتفاق نفسه لان كان انكتب وكل شيء ما بده الا البرافات التوقيع يعني بس انه كان الجو وهيدي شغله تانية ما بيفهموها اللبنانيين يلي هي التاليه انه نحن لقلنا بعكس الطائف يلي كان اتفاق نهائي لانه راحوا النواب كله اذا بدك شلت مجلس النواب من هون زرعته بالطائف تعوا بدكم تعملوا اتفاق معناتها ما بقى بيقدروا يتنازلوا عنه نحن كان اتفاق مشان هيك سميته محاوله لوقف الحرب ولا وقف اطلاق النار لانه هالاتفاق هيدا مثل ما حاولنا نفسر للكل بس ما كان حدا رايد يسمع وقتها هو فقط مسوده اتفاق بين ثلاث الفئات المتحاربه بس ما رح يتحول لدستور بده يتاخد ويتناقش بمجلس النواب يتناقش مش مثل ما صار باتفاق الطائفه اللي كانوا متفقين عليه واجوا طبقوه صحيح على امل انه كل هالنقاط يلي فيها اذا بدك هيك اختلاف بالفاين تيونينج تبعها عند الجهتين يصير في نقاش ساعتها بيقعد شو كانوا 72 نايب بعد عايشين وقتها ولا شيء هيك بيقعدوا سوا وبيناقشوا هن معناتها بصير في تغييرات بصير كذا مش خلص صار منزل هيدا الناس ما فهمته سو لكن سمير جعجع نطركم تخلصتوا الاتفاق ومضيتوه شو صار وقتها؟ ب 31 الشهر بصير في محاولة اغتيال
لا المقصود كان فيها إلي حبيقة، بس أنا كنت بالسيارة اللي هي بنهر الموت. بنهر الموت كنت أنا وياه نازلين من بيتنا بقدمة، كنا بفرد بناية، بقلي طلع معي بالسيارة، بطلع أنا وياه ونحكي على كل الطريق وصولا على الأوتوستراد جونيا. يعني بقلي أنا بدي أروح على جونيا، عندي معاملات بدي أعملها، سبقني أنت على الجهاز. بطلع أنا، كانوا فرضين علي، أنا ما بحب كنت لا مرافقة ولا شيء، ما كنت لآخر آخر، بس بلشت المفاوضات تفرضوا علي مرافقين يعني. طالع بالسيارة بلندية يعني، وهي خلصتنا يعني. وراي سيارتين حرس، حرام قتل واحد وشل واحد. أول ار بي جي كنت أنا عبسوق يعني، خمنته بانج سوبرسونيك. قلت له للشاب اللي معي بالسيارة، شو بهم اليوم الإسرائيليين مبكرين؟ برم هيك إشع الدخنة، قال لي نحن هاي انصبنا بالصندوق ورا، انصابت برات برات المنطقة المصفحة يعني. بقيت سيء، تجي وحدة قدامي أنا وعبسوق قدام كمان هيك قدام الإزاز المصفح، كمان وحدة ما تقشعت ابدا، ضربنا بالتروتوار شو نطينا ومرق سيارة، طلعنا فيها وضلينا نازلين على كان مستهدف إياه. رجعوا صفقوا وحدة ثالثة على السطح، هيدي خرقت على ما يبدو يعني، واحترقت السيارة وصار في اشتباكات وراء. بذات الوقت كان مرق الكونفوا تبع كونفوا غلط للشيخ أمين، وصار في اشتباك مش بين جماعتنا، بين الشباب العاملين الكمين والكونفوا الغلط الرئاسي يعني، الكونفوا الرئاسي الغلط. أوكي. هون عرفتوا انه سمير جعجع هو اللي عمل؟ ايه صار في عدة عنا هالوقت المتن كان مستنفر، كانوا على الارض يعني شباب المتن. اوكي. يعني واضح انه في تنسيق كان بين المنفذين ويلي كانوا يلي كانوا على الارض. طيب شو بتتذكر من هالمرحلة؟ يعني شو صار يعني؟ اوكي من بعد اللي حبي اوين كان قلت لي راح شي مطرح. ايه دقيت له انا بس وصلت على الجهاز، دقيت له قلت له اقعد انزل، رجع لف ورجع على عقد ما. اوكي. وهيك عمل ب 15 شهر. انا ليلتها كانت ليلة راس السنة يعني، ليلتها جيت بالبحر على البيت، بس جيت الساعة 2 الصبح يعني. اوكي. ورجعنا رجعت نزلت بالبحر يعني، صرنا نطلع وننزل بالبحر لأنه المتن خلص صار منطقة ممنوعين نحن إذا بدك دخولها، ولا خطرة عسكريا وأمنيا لقلنا. في مرة كنا بالجهاز ببلغونا أنه الشباب لقيوا سيارة مفخخة محطوطة على نفس الطريق بتوصل بقدمة على البناية اللي سكن أشكا وأنا فيها. أوكي. الأرجح لأشكا أيضا يعني. أوكي. مرة تانية هذه محاولة اغتيال تانية، كان واضح انه خلص صار في نية دم. هلأ الحبائة خلال هالمرحلة كل ما حدا مني وجر بدي خبيها يعني، يجي يقول له لازم نعمل شيء، لازم نرد، لازم نجاوب، لازم كذا، يصر على قصة انه هيدا اتفاق سلام ما بيمضى بدم مسيحي. يعني كل التهم يلي بكبوه عليه لهالزلمة بوقتها كان ما بعرف كيف متجلى عليه شيء انه ما لازم يصد بدم. حتى نهار الهجوم نفسه ب 15 كانون طحشين علينا من صوب المجلس الحربي، لان كانت قيادة سمير جعجع كعسكر موجودة فيه وكذا، طحشين علينا من روجة انوار، حاصلوا محاوطين وكل شيء وكذا. تتصل قيادة المدفعية من الأشرفية انه لا بصير في قصف دير مندارنا، بنعرف انه عم ينقصف يلي طحشين علينا، بتلفين اشكاء على الأشرفية على قيادة القوات على قيادة المدفعية، بقول لهم مين عم يقصف؟ ما طلبت منكم أنا تقصفوا، ما بدي يروح مسيحية حتى بعز الهجوم. تصور يعني. صحيح. هن في يعني بيقولوا إنه الأشكا يعني مثل كأنه كان بيقدر يربح إذا بدك هالمعركة، بس ما حب يكون في دم زيادة يعني، صار عطى أوامر للشباب إنه مثل ما قلت أنت إنه لا وقفوا، لا ما بدي يزيد الدم، مع إنه راح 150 شهيد يمكن. يربح المعركة أكيد لا،
كانت انقسمت المنطقة الشرقية مثل ما انقسمت وقت الجنرال عون وجعجع سوا بوش بعضهم. يعني كنا فتنا بشيء له أول ما بنعرف آخرون. أوكي. يعني لأنه كنا نحن أكيد رح نسيطر ورح نبقى مسيطرين على على الأشرفية الكارنتينا الأشرفية بعبدة إلى آخره. والمتن هو المنطقة المتن وكسروان وجبال رح يكونوا كسروان مقسومة يعني كانت رح تكون بده يصير في دم معارك بين السكنات ببعضها ومين ما اتصل يقول له سلموا سلاحكم سلموا سلاحكم أبدا نهارا. أوكي. كيف تفليتوا على زحلة؟ كان عندنا خط عسكري مع وزارة الدفاع، هذا الخط العسكري الوحيد اللي بقي عم يشتغل. وكان الياس المر ابنه لمعالي الوزير الياس المر ابنه لمعالي الوزير ميشيل المر ليلتها عندنا. كنا اصلا عاطينه مكتب بتاني طابق فوقنا يلي كان اخده سمير جعجع قبل بس كان يجي لعنا. اوكي. هو وكريم كان عندهم مكاتب عنا بمرحله الاتفاق الثلاثي، حتى كانوا يجوا يعملوا لنا بريفينج وديبريفينج والى اخره يعني. أوكي. كل ما طلعنا ونزلنا المهم بيطلع الوزير ميشيل مر الله يرحمه على وزارة الدفاع بيقعد بمكتب قائد ميشيل عون وبيبلش يفاوض حتى يعملوا وقف اطلاق النار حتى يخلصنا ويخلص ابنه معنا. وبنهاية النهار صوب الخمسة ونص ربما ستة عشية هيك صار. شو كان دور العماد عون؟ اجا كونفوا مع بالله اجا كونفوا شاحنات وملالات وكذا حملونا وضلنا طالعين على وزارة الدفاع. على وزارة الدفاع من بعدها بعدين فليتوا على زحلة. فلينا على أوروبا أول شيء بعدين معه بلشنا نرجع يعني على الشام شي كم شهر بعدين على قررنا إنه زحلة تكون هي لأن كان بدها مفاوضات كمان يعني أكيد الشمال كان في بيت فرنجي ما بدنا نعمل مشاكل معه الغربية سوري لكلمة الغربية يعني إنه مش معروف مين وكيف وليش وكذا الجبل كمان ما كان ناسها كتير تقربت وقتها مدينة زحمة. بعد عندي سؤالين بعد عندي يمكن دقيقتين ما بعرف الشباب بس لازم أسألك إيه هون ب 13 20 فتوا مع وراء القوات السورية على المنطقة اللي كانت حرة وأول شيء شو عملته أنت وشو عمل الحبيقة؟ أشكال كانت عنده فكرة واحدة براسه جنرال وعائلته جنرال وعائلته أول ما فتحت صار فيها الثغرة هذه طلع هو وسيارة مرافقينه ما بعرف إذا كان في سيارة تانية معه ولا لا بعرف أخذ ريسك كتير كبير رص 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 على عبدة حتى يطمن باله لأن عارف إنه الشباب محقونين السوريين كانوا محقونين يعني ريح له القتلة وريح له كذا والجيش عم يتصدى وما بعرف شو كذا وأنا برأيي لو ما أخذ هالمبادرة السريعة ربما كانوا قتلوا. هو شو عمل؟ نقل العائلة؟ طلع أول شيء بوهرته يعني منع العسكري قريب إلى آخره بعدين نقلون على السفارة الفرنسية. فرنسية. نقلوا على السفارة الفرنسية. برأيك مين اغتال الشهيد إلي حبيقة؟ فيك تكتب لي؟ ما بدأ لا في عدة وجهات نظر لا أيوة شو هي هيك منيح طريقة تنفيذ غريبة غربية ام او مودس اوبراندي يعني طريقة التنفيذ مش سورية كلمة تقنية هاي مش سورية انا برأيي لا هلا في اراء متعددة بس اول شيء ليش مش سورية بعدين بنرجع بفوت بجوابه ما هي ذات الشيء اذا بدك بجاوبوا بعض لانه هن كانوا مسيطرين على المنطقة بس مشان هيك
يعني ما فيك تقول مسيطرين على المنطقة. يعني اليوم إذا إجا واحد عميل هولندي بده ينفذ عملية بلبنان مع أنه الأمن مستسلم وكذا يعني. فيك تقول أنه معناتها اللبنانية وراها؟ أكيد لا. يعني هاللوجيك هاي أنا ما بمشي فيها. أوكي. في شغلتين ثلاث شغلات عمي، واحدة ما لح بحكي فيها أبدا. ليه؟ لأنه حين الوحدة هديك تكل الشغلة. بعرفك بالقصص. حقيقة السوريين بالآخر اللي حبيقة كان حليفهم صح، وكان النبتة يلي متكلين أنه تصير شجرة كبيرة عند المسيحيين حامل هالفكر الجديد، الفكر المنفتح العلماني الديمقراطي إلى آخره، وإذا بدك يلي منه بعيد عن الجو السوري. ما بدي أقول إنه كنا تبعين لسوريا، مش مزبوط. أوكي. مش مزبوط أبدا. ما بيجوا بيقتلوا هيك صحيح. هلأ خلاف على انتخابات على كذا ما بتأدي لقتل هيك زلمة خاصة. أوكي. يعني يلي كلنا كنا عارفين إنه لو بقي بالمنطقة حقيقة كان مستقبل، كان غير كتير الخارطة، خاصة بهالأيام هيدي يعني. كان لعب دور مهم بهالأيام هيدي. تعتقد الإسرائيلية واللي علاقة بالقصة المحكمة؟ خليني أقول لك، مش أنا هيك قلت لك طريقة تنفيذ غربية. يعني ممكن الإسرائيلي، ممكن حدا لصالح الإسرائيلي نفذها. ليش؟ نعرف أنه كمان مشان موضوع سوريا يعني أو موضوع الفلسطينيين، الشباب ما بيبخلوا بالكمية المتفجرات ولا بقتل العالم يعني صح. انه بحط لك عبوة فيها 200 كيلو بفجرها، بروح الحي، بروح 520-30 واحد، ما بيأثر. هيدي عبوة فيها أنجأ 15-20 كيلو معمولين موجهين تيخرقوا عربية بلندة، ومحطوطة السيارة تحت بناية، يعني الطريقة ما يروح كولاترال دامج ابدا ابدا، حرام راح هو والمرافقين. ايه قصدي انه بس بالسياره. ايه بقى مش هيك، انا بقول طريقه التنفيذ كانت غربيه. هل هو الاسرائيلي؟ لارجح هو الاسرائيلي. انا لالي بدك تسمع 50 نظريه. بس خليني لحظه قلي. انا بتمنى بس ننظر للحبايقة وتاريخه، ما ننسى انه الحبايقة كان عبي خاطر وقت الحرب، وعبي خاطر بصناعة السلم أيضا، حط حياته بالحالتين بخطر ودفع حق صناعة السلم يلي اللبنانية ما حافظين له إياها حقيقة للأسف. ومهم نرجع لهالمرحلة هيدي ونفهم أهمية واحد رئيس ميليشيا طويل عريض حاكم المنطقة الشرقية كان بديك المرحلة يخاطر بكل هول لصناعة السلام. بآخر الحلقة ما بينشبع يعني، إذا فينا نطولها يمكن ساعة على عد للحلقة، بضل في أسئلة عن الشهيد إلي حبيقة، بس حبيت هيك أعمل جاست صغير لذكرى الشهيد إلي حبيقة. مشكور جدا عليك. بدي منك توجه له كلمة للشهيد إلي حبيقة، شو بتقول له؟ ما بعرف بعد 21 سنة على اغتياله. بدي أقول له إنه اشتقنا له، يا ريته عاش هالمرحلة هيدي تبين دوره الحقيقي. المسيحيين اليوم خربطين ضايعين، مع إنه أنا اليوم فكري منه مسيحي فقط، اليوم أنا فكري لبناني، إنما بعرف أهمية دوره الجديد اللي حبيقة جديد. أنا عم بحكي أكتر ما اللي حبيقة القديم ما بعرفه كتير منيح، بعرف اللي حبيقة جهاز الأمن بس العسكر ما بعرفه يعني. وتالي شغلة بدي أقول له إياها إنه الفكرة هيدي واجبنا كلنا نكفي نشتغل عليها ونعممها، اللقاء الآخر والحوار مهما كان ثمن هذا الحوار. أوكي. مشكلتنا اليوم بلبنان انه ما حدا عم حابب يحاور حدا، كله عم يخانق بعضه. استاذ اسعد بدي اتشكرك، بدي اقول لك الله يرحمه شهيد إلي حبيقة، بدي اتشكرك للمعلومات، وبعرف بعد في كثير يعني نعمل ساعات وساعات نذكر فيها إلي حبيقة، بس مثل ما قلت لك حبيت تكون
جاس صغيرة. كل الشكر حقيقة لهالهيك المبادرة الحلوة حقيقة. ميرسي. لهون بتخلص حلقتنا، بشوفكم جمعة الجاي مع ضيف جديد بذات الوقت على الاو تي في. باي.